انا مدرس بالمرحله المتوسطه، واذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما امرهم به، بل اني اكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نبه عليه ايضا الشيخ محمد، وهو مساله القيام. هذا مما جاء في السنه النهي عنه. قال انس رضي الله عنه: كان الصحابه اذا دخل عليهم الباب قبول له لما يعلم من كراهته لذلك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من احب يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. فالواجب على الطلبه اذا دخل الاستاذ الا يقوم، يلزموا اماكنهم ويسلموا عليه، يسبحونه بخير ويسلمونه بخير طيب. اما انهم يقومون له وقوفا فلا، لا ينبغي هذا. اقل احواله كراهه شديده، وهو لا يحب ذلك، ما يجوز ان يحب ذلك. وهذا السائل ما دام لا يحب ذلك فهو على خير. النبي عليه الصلاه قال: من احب يتمثل له رجل قيامه فليتبوى مقعده من النار. من سره. الحاصل أنه إذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه، لكن يلزمه أن يعظهم وأن يقول لهم لا تفعلوا. وإذا عرفوا من الصدق وأن لا يرضى بذلك جلسوا، لكن أخشى أنه لا يحب ذلك دعوة وليس الحقيقة. ولو كان لا يحب الحقيقة لا أمرهم بالجلوس ويقال لهم لا تقول. الحاصل أن هذا الشيء على الأستاذ أن ينبههم وأن يقول لهم لا تفعلوا لا تقوموا ولا يرضى عنهم، لا أرضى عنكم أن تفعلوا هذا. فإذا رأوا من الصدق لا ما هم حريصين على القيام، لكن خوفهم من شره، وهنا يرسبهم في الدروس، وهنا يفعلهم اشياء تضرهم. الحاصل اذا صدق في ذلك وقال لهم لا تقوموا ما قاموا. وهذا الواجب ايضا على وزاره المعارف ان تنبه المديرين والاساتذه ان هذا لا يجوز، وان اذا دخل لا يقومون له. واخذ البنات البنات المدرسه لا يقومون لها، وعلى الرئاسه العامه للتعليم البنات ان تنبه على ذلك حتى يزول هذا الشر الذي في المدارس. ولا اما القيام الذي معناه المواجهه والمقابله للمصافحه هذا لا باس. اذا دخل الاستاذ فقام له واحد بسلع شيء يصافحه يقدم في مكانه ويسنع في مكانه او في مجلس من المجالس قام يصافحه ويساله عن حاله لا باس. مثل ما قام طلحه بن عبيد الله التيمي احد العشره وسلم الجنه لما دخل كعب بن مالك لما تاب الله عليه وجاء الى الناس الذي يمثل عنده الحلقه، ولما راى كعب مقبل قام الى الحلقه وقابله وصافحه وهنأ بتوبة الله عليه، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل له شيئا، فدل على جواز الجهاد. ولما جاء سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه في بني قريظه على دابه لها على حمار، لما اقبل قال النبي: قوموا الى سيدكم، فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوه من دابته. وكانت فاطمه رضي الله عنها اذا دخل والدها النبي صلى الله عليه عليها قامت اليه واخذت بيده وجلست في مكانها، وكان اذا دخلت عليه هو قام اليها واخذ بيدها عليه الصلاه والسلام. هذا كان قيام المقابله والمواجهه والمصافحه، او قيام يمشي معه حتى يخرج من المحل، هذا لا حرج فيه، فعله النبي وفعله الصحابه. المنكر هم يقومون واقفين ويجلسون بس، ما في مصافحه ولا شيء، انما يقومون تعظيما للداخل ثم يجلسون. هذا الذي أقل أحوال الكراهة أو التحليل. وكون يحب ذلك الداخل يرضى بهذا ويحبه هذا لا يجوز، فتوعد بالنار على هذا الشيء. وهم لا ينبغي يقوموا يكره يوم القيام، ولا يجوز له يحب ذلك، ولا يجوز أن يأمرهم بهذا الشيء. والواجب عليه أن ينهاهم عن هذا الشيء حتى يجلسوا وحتى يعتادوا هذا الشيء والجلوس في أماكنهم حتى يأخذ مكانه ويبدأ في الدرس، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ذكر فضيلة نعم بعض المدرسين يقولون تنبيه مثل الطلاب. تنبيه ايش؟ يعني تنبيه من مثلا تلقى كسلان كذا يعني لا لا يعني اسمها شيطانية. تنبهوا بدخوله اذا قال السلام عليكم تنبهوا. ولو قال واحد ينعس يقول يا فلان صاحي انتبه انتبه للدرس لا باس، يتكلم عليهم وينصحهم ويحذرهم من النعاس. نعم. ذكر فضيلة المحاضر ان القيام قد يفضي الى الشرك، وهناك بعض المسؤولين اذا لم يقم له الانسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا اعمل معه؟ ما بين لك ماذا كلامي هذا؟ وانا قلنا لا يجوز هذا القيام، والذي لا يرضى ينبه. قال لها انها لا يجوز، لولا انه الرسول كره ذلك لفعلنا، وانت الحمد لله اتباع الرسول، انت لا تحب الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم.